عموما خلينا بقى ننتقل الى فقره الاخبار. بتنضم لنا زميلتنا روزان نصر، هنشوف معاها جوله اخباريه للنادي الاهلي او ماذا يحدث داخل النادي الاهلي من خلال روزان. ازيك يا روزان؟ برحب بيك كابتن اسلام الشاطر، برحب بيك عبد الرحمن ناجي، برحب بكل مشاهدينا طبعا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. مبسوطه طبعا ان انا متواجده النهارده معاكم في برنامج الاهلي في رمضان لتغطيه اكيد يعني الاخبار الاخيره لما قبل مواجهه الاهلي مع بيراميدز في نهائي كاس مصر، وبتمنى طبعا كل التوفيق والفوز للنادي الاهلي وتحقيق طبعا لقب ال 38. معايا اخبار كتير طبعا متعلقه بمباريات الغد، خلينا نبدا يعني هنبدا اخبارنا طبعا. وعقد اتحاد الكره اليوم اجتماعا تنسيقيا بمقر الاتحاد لبحث كل الترتيبات الخاصه بالمباراه المرتقبه بين الاهلي وبيراميدز في نهائي كاس مصر مساء غدا. اقيم الاجتماع بحضور العميد علاء صلاح الدين ووليد مهدي مندوبي نادي الاهلي وبيراميدز والبرتغالي فيتوريا بريرا رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد وتوفيق السيد عضو اللجنة وشعبان بسطاوي مدير العلاقات العامة وناصر فراج مدير إدارة المسابقات واللواء أحمد فوزي مدير إدارة أمن الملاعب وحمادة زاهر مدير إدارة التسويق بجانب ممثلي مختلف الهيئات المشاركة في المباراة والرعاة والمسؤولين عن تذاكر المباراة. خليني طبعا يعني أتوقف بقى عند الخبر ده، رأيكم أكيد بقى يعني في رجوع طبعا الجماهير للمباريات مرة أخرى، وطبعا ده داعم كبير للاعبتنا طبعا لعيبة النادي الأهلي. طبعا زي ما كنا بنتكلم أن عودة الجمهور حاجة جميلة جدا، كنا نتمنى وجود جمهور أكبر، ولكن أوكي طالما وزارة الداخلية شافت أن هذا أو هذا هو العدد المتاح حاليا فخلاص خلينا دايما نكون في ظهر وزاره الداخليه. الحقيقه الموضوع في تحسن حقيقه كابتن، يعني من فتره ممكن دي عشان تكون منافسه محليه برضو، فالموضوع هيتم تدريجه اكيد. هو الوزاره بصراحه ما قصرتش في اي حاجه كابتن، بالعكس كان الكفاءه عاليه جدا في تنظيم مباراه الهلال. الحقيقه شفنا كلنا كفاءه وحاجه على اعلى مستوى سواء في التنظيم او في التامين كمان. ما ننساش فكره التامين دي لان العدد كان كبير جدا في الاستاد. التزم جمهور الاهلي كل حاجه، لكن برضو الانضباط من جانب جمهور الاهلي ما ينسيناش دور الداخليه الحقيقه في المباراه دي. عموما هنشوف ايه اللي هيحصل، لان جمهور النادي الاهلي دائما ما يكون هو الداعم الاول والسند الاول لفريق النادي الاهلي. ان شاء الله ربنا يكرمنا بكره يا رب. ان شاء الله. تقرر بقى فتح بوابات استاد القاهره في الخامسه من عصر غدا امام جماهير الاهلي وبيراميدز لحضور مباراه الفريقين في نهائي بطوله كاس مصر، ومن المقرر ان يدخل جمهور الدرجه الثالثه شمال من بوابه صلاح سالم على ان يدخل جمهور الدرجه الثالثه يمين من بوابه شارع النصر، وسيدخل جمهور الاولى يمين وشمال من بوابة مسجد آل رشدان. أعلن اتحاد الكرة إقامة مباريات اليوم ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من عمر مسابقة الدوري بتقنية الفيديو بعد توقف التقنية عن العمل في المسابقة خلال الأيام الماضية. وتقدم حاليا ثلاث مباريات في الدوري، هي الزمالك مع البنك الأهلي، أمبي مع المقاولون العرب، سموحة والداخلية، وفاركو والاتحاد السكندري. تأكد بشكل نهائي إقامة مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وبيراميدز مساء غد الاثنين باستاد القاهرة بتقنية الفيديو بعد انتهاء الأزمة مع الشركة المنفذة للتقنية. يناقش مجلس إدارة اتحاد الكرة إطلاق دوري الرديف في الفترة المقبلة، وتحديدا قبل تشكيل منتخب مصر للمحليين على أن يتم من خلاله اختيار لاعبي منتخب المحليين من مواليد 2003 وما بعدها للمشاركة في النسخة المقبلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين. يحتفل طبعا بقى لاعبنا أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي بعيد ميلاده الـ 32 اليوم، فهو من مواليد 9 أبريل 1991. بدأ أيمن أشرف مسيرته الكروية مع النادي الأهلي فهو أحد ناشئين فريق، حيث كانت أول مباراة لي بالقميص الأحمر أمام اتحاد الشرطة عندما رحل جيلبرتو عن الفريق. كما شارك أيضا في مباراة الأهلي والزمالك موسم 2010 في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل منهم. توج أيمن أشرف مع الأهلي ب 12 بطولة بواقع 5 ألقاب للدوري بجانب دوري الأبطال الإفريقي مرتين وكأس السوبر الإفريقي مرتين وكأس مصر مرة وكأس السوبر المحلي مرتين بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين. تقام مباراتي الأهلي والزمالك لمنافسة
في اللقب في 8 مساء، بينما تقام مباراتي بتروجيت مع طلائع الجيش في 6 مساء لتحديد المركزين 3 و4، وفي حال التعادل سوف يتم اللجوء إلى المباراة 3 فاصلة طبعا، وستقام يوم 30 إبريل المقبل. وتقام المباريات على الصالة الدولية لاتحاد الشرطة، وتقام مباراة تحديد المركزين 3 و4 بين بتروجيت وطلائع الجيش. في النهاية طبعا يعني بتمنى كل التوفيق والفوز لنادي الأهلي في المباراة غدا أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر. ويعني دي كانت بقى كل الأخبار اللي معايا طبعا متعلقة بمباراة الغد. بشكركم أكيد. أنا بشكرك شكرا جزيلا روزان على وجودك معنا.